السلام عليكم المتتبعين ديالي كاملين، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا مزيانين باحوال جيده. مرحبا بكم في القناه ديالي شين ام لايك، واللي مازال ما اشترك في القناه ديالي شارك في القناه ديالي وفعل الجرس باش يوصلوا اي فيديو درتو يوصلوا. ما تنساونيش بلي لايك وبالدعم ديالكم ليا. كما راكم تشوفوا هذا النهار فيديو جديد، نهار جديد، كل شيء جديد. كما راكم تشوفوا غادي نديروا الغداء المكرونيه، غدا ساهل ماهل. اول حاجه غادي ندنا هنا الماء في القدره، غادي نديروا الزيت، غادي نديرو الملح، هاديك هي، غادي نخليوه حتى يدير الماء ونديرو عاود المكرونية. كاين شي توجات المدرسة كما راكم تشوفو، الدخول المدرسي مبقى لو والو، وجدو كلشي، الأدوات، الكرطابات، راني يعني عارفة دوك الأمهات يكونو جري 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 يوجدو الحوايج ديال الدخول المدرسي، فيها خير ضروري الواحد دخل المدرسة غادي يكون هكا. مهم الله يسهل على كل واحد، الله يسهل على كل واحد. كما راكم تشوفوا راني درت هنايا الزيت، غتسخن البلا، راني غندير الكبده ديالنا. حتى يعني كل واحد يدير شحال ما بغا، يعني انا ندير راني دايره هنا نص كيلو. ما كتشوفو انا المكرونيه كنديرها اغلبيه نديرها بالكفته، كتعجبني بالكفته. يعني غنديرو الملح، غنديرو الزعف، غنديرو الإبزار الأحمر، غنديرو الزنجبيل، غنديرو الخرقوم، كركيمة، غادي نخلطو كلشي مزيان ونخليهم يطيبو. كيما كتشوفو الكفتة في ساعة كطيب، يعني مكتاخدش وقت طويل ولا. نحركوها مزيان باش يعني نفتوها. دابا غادي نمشيو باش نوجدو لاصوص. كما راكم تشوفو دابا رانا نقطعو نديرو لاصوص. مكتشوفونا المكرونية يعني ما كنديرلهاش لاصوص الواجدة ديال اليدل دايما، يعني على حساب ما غندير هادي وما غندير هادي، ولكن أغلبية ندير لاصوص أنا. هاديك يعني مرة فين نديرها، وهذا ما كان يعني كندير لاصوص. مهم راكم تشوفوا دركا ما بقى والو لا الدخول المدرسي، عيطتني يدخلوا ان شاء الله يقراو. صافي العطلة كملات، الفاكانس كملت، كلشي كمل درك. المهم دابا انا درنا هنايا لاصوص، غادي باش نمشيو نديرو مع الطيب. كيما راكم تشوفوا هنايا المطبخ، راني غادي نطيب المكرونية. يعني المكرونية كل واحد يدير شعلهم في الأفراد الأسرة.
درنا نغطيوها باش نخليوها طيب. كما راكم تشوفوا هاي دابا الكبسه ديالنا طابت، غادي نحيدوها باش نديرو لاصوص الطيب. دابا غادي ندير معايا مقلا، لا كاسونة اللي درت فيها هنا المطيشه، غادي نديرو لها الملح، الإبزار، هذا غادي نديرو خرقوم، غنديرو بزار أحمر، وراني درت حتى الزيت هنايا، راني درت الزيت، غادي نحركوها يعني ونخليوها حتى طيب على خاطرها. كما راكم تشوفوا انا دابا صفينا هنا المكرونيه، غادي نخليوها هنايا، غنزيدو عليها الكفته اللي طيبنا، ونحركوها مزيان، ومن طيب لاصوص نزيدوها عليها. نخلطو مزيان حتى مع المقرون باش كاع تخلط. حتى نزيدو عليها المقرون، كما راكم تشوفو دابا المقرونيه هي طابت لنا، غادي نديروه حتى نحطو. دابا غادي نديرو فوق هكا فرماج رابي، كتجي يعني غزالة، كتجي لذيذة يعني، جربوها ما غاديش تندمو عليها ولا. المهم هذا هو الطبق ديالنا ديال المقارونية. كما راكم تشوفو هذا هو الغدا ديالنا، عندنا مقارونية خفيفة، يعني بدنا شي حاجة كبيرة، بدنا الديسير الحلوي يعني. هذا ما كان، نتمنى الفيديو يعجبكم وجربوا المقارونيه وتردوا لي الخبر، كتجي لذيذه. وشكرا شكرا، نتمنى تشتركوا في القناه ديالي وديروا لي لايك ودعموني. يلا سلامه.